يا هلا والله رجعنا لكم يا جماعة بفيديو جديد. احنا فين يا امير؟ احنا في فعالية فورمولا 1 يا جماعة. هذا اكبر حدث الان قاعد يصير في مدينة جدة. هذا اغلى سباق في العالم. الفيديو حقنا اليوم ايش تقدروا تاكلوا في اغلى سباق في العالم. كل العالم بيحضر سباقات فورمولا من جميع انحاء العالم، يعني كل احد حياكل هنا. واذكركم يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تعطونا اقوى لايك. دقيقة اصبر. اوه احنا في الفورمولا، ما ينفع الكلام هذا. ها كذا يا حبيبي، دخلنا الاجواء، دخلنا اجواء الفورمولا. يلا 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 بسرعة. قررنا او انا قررت وعبد الرحمن حيتماشى غصبا عنه انه حنفتتح الاكل اليوم ببرجر. المكان الاول ميلت جراوند، طلبت 2 سنجل برجر، ما عندهم دبل عشان الزحمه ما يلحقوا يسووا دبل، فهي مجرد سناقل. تعال خذ سنجلك. طبعا البرجر يا جماعه مره دايب وطري. يلا بسم الله. لا. مره طري. اسمع انت ليش نصي؟ هذا بزر خد. فين القطار؟ اسمع، في مطاعم كثير حاول تسرع. طيب اللي بعده استنى بس دقيقه. نفسك فيش في ايه؟ استنى انت ما تطلع في الفيديو ولا لا؟ اه كيف هذا قال لك دحين اخذ مكاني ولا ايه؟ يقول لي بعد اذنك ممكن اخذ شويه من الكاريزما. المكان اللي بعده زي ما قلت لكم تشيز ستيك، مكان مره رهيب. بس في مفاجاه. ايش المفاجاه؟ هنا ولا هنا؟ اول حاجه اسامه معانا. يا هلا والله، لقينا اسامه في الفورمولا. طبعا الفورمولا تلاقي كل احد في الحياه، عارف يمشي تلاقي كل احد. شوف كيف شكله. صح، شيتوس مع جبنه ودجاج. قلت له على طول ابغى واحد. الله مره طلع طعمه فنانه لذيذه والله. صوت هليكوبتر وصوت ناس. يلا بسم الله. سامة دخل بعدوك. مره رهيب والله. فينه دام مكان من اول. هذا اخر لقمه. المكان اللي بعده اللي بعده المكان الثاني فان تايم بيتزا. انا اصلا حديث انا جاي عشان اخذ فان تايم بيتزا. احنا اللي يدخل عندنا الفريم تاخذ اللي حيدخل. لا 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 انت دخلت في الفريم. مويد ليش حقتك صح؟ ونورتنا ساره مغربي برضو دخلت معنا في الفيديو. انس تعال شارك التحدي. تعال شارك. يلا التحدي اسحب واحده. المكان اللي بعده. يلا سلام. ماشيين لقينا ليزي معصوم قد جيناه مع عزوز. شوف شوف موقفين واحد. يلا نضرب معصوب. يلا هذا كورنفليكس مطحون بزياده. انا قلت له اطحن لي هو. هذا كورنفليكس مو مطحون بزياده، هذا الطلب العادي عارف. كورنفليكس فيه طعم هيل. كورنفليكس فيه طعم هيل. نشوف يا جماعه المكان بعده ونرجع لكم. يلا المكان اللي بعده. تاكل تاكل تاكل. ما في ضيوف شردنا منه يا عمي. اكلنا قاعد يخلص ما شاء الله يا عمي. هذا شريمب تاكوز. تاكوز بالجمبري. قاعد تاكل ها؟ ماني محفوظ. أميل فاهم معك. احنا المفروض نقعد نتابع الفورمولا بس عشان
يسوي لكم حلقة حلوة خلص هتتابعها بعدين زي كذا الحين. المكان اللي بعده حق كورن فليكس كله سيريالز اسمه سيريال بروتوكول، يبيع ايس كريم مع كورن فليكس مخلوط. اوكي صوتي عالي كويس؟ اوكي ايش هذا؟ طلبت كورن فليكس ملون، هذا تيكس مع فوضى فوضى يوك اننا في ماب كول اوف ديوتي والله. انا طلبت شيء اسمه سينابون توست بالقرفه. اوكي يلا رهيب ممتاز مره عجبني. اللي بعده اللي بعده يا عيال كلنا 17 مطعم يلا اللي بعده بالله يا بعده اللي بعد شاشة 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 كسر لهم الشاشة كفيف حسب سكر يا ولد عارف والله كذا حسب سكر منور كيف يعني منور المكان الأخير جامبا هلا هلا ما في كلام هنا يا جماعة آخر مكان آخر مكان سامع أوكي فاز بسباق فورمولا في مدينة جدة في أسرع حلبة شوارع ماكس فيرستابن ألف مبروك ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وإذا عجبكم الفيديو سووا لايك 4000 لايك 4000 لايك هذه المرة ونشوفكم في الفيديو المقبل كان معاكم الحوت عبد الرحمن أيوكم أمير من قناة ليفت إند شيل.